امبارح الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ نشرت تفاصيل الزيارة اللي نظمتها وزارة الهجرة لوفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي في قاعدة رأس التين البحرية بالأسكندرية. وأجرى وفد الشباب جولة تفقدية لحاملة الطائرات من طراز باستيرال جمال عبد الناصر وعدد من الوحدات المنضمة حديثا للقوات البحرية، وأعربوا عن سعادتهم بقدرات القوات البحرية وإمكانياتها لحماية كافة السواحل المصرية.